ولا كومونكم ولا نو بروبلم ماكو مشكلة وقروبي مانو مشكلة سلسلة قول احكي سلسلة يما تبي يما بلا بلا قم استعك تطلع يوم اللي كنا قاعدين نحكي نسولف مبسوطين قالوا الفكرة شي غريب كاميرا وفادي وركان جيني ولميس وحنان المخرج سالم مو جديد الميزانية مع فريد مشكلة فيها مشكلة ضاع النهار يا شباب يلا كات اوكي خلنا نلحق شو قلت يا استاذ كفنني صورنا وجبنا نجوم سوسن عبير وفطوم كل من شافه ضحك غاشي والبرنامج كل شي ماشي كل شي ماشي في شي مشكلة كل شي ماشي ما في مشكلة كل شي ماشي ما في مشكلة مادة الرسم هي من المواد المحببة لكل الطلاب بحبوها لأنه هي متنفس لمواهبهم ولهواياتهم. الشيء اللي بدي أقوله اليوم نحن عنا الرسم الواقعي، وقت بنحكي عن الرسم الواقعي يا ياسر بنحكي على مواضيع مجسمات إلى حجم ولا أبعاد. وقت بدي فوت أنا وأحكي عن رسومات خيالية، رسومات تشكيلية، فأنا بحكي عن رسام يكون له حساسية وشفافية. الرسامين حساسين. حساسين، برافو عليك، ولهم من الشفافية ما يدعو للذهن. يعني إذا بدي أجي أقول أنا دافنشي رسام عالمي، على كل حال ارسموا أي رسمة نرجع بنكمل الدرس. شو يا مديحة؟ ليش عم تطلعي فيني هيك؟ أنا معجبة فيك أستاذ. معجبة فيني؟ ناقصني أولاد أنا؟ إيه ما عم نجيب أولاد. خير سلامتك موجوعة كثير موجوعة. طولي بالك وين عم بجاي؟ كل هالطلع عم بجاوبك؟ والله إذا سمحتوا تفضوا لي راسي بعد إذنكم. شو بدك تعملها دكتور؟ بدي أشوف شغلي، إذا سمحتوا اتركونا لحالنا. هلا إيه طولي بالك جلسي شو قلتك معي؟ ما بعرف شو عارف. احسن شي بعرف بصراحة، أنت خطير أنا بعرف بدك. لا بسيطة خير دكتور خير شو صار؟ لا بسيطة ما في شي، شغلتها بسيطة كثير، إصبعتها مكسورة. إصبعتها؟ قولي جماعتكم قاصدكم زلم الحارة. لعيونك أبداً. خراسنتي كوني قاصدكم عرفان انه انتم قدها. لعيونك أبداً. خراسنتي ايه؟ ما حكينا شيء أبداً. خراس يا شباب مين بده يشارك معنا؟ لعيونك أبداً. طيب سجل لي عندك أبو قاعود أبو مستو أبو ريشة أبو نارة أبو حجارة أبو شرارة والشباب الطيبة ومن الحارة الشمالية. وأنا أبو سوسو سجل لي إياه أنت آخر شيء. أيوه إسعافات أنت. وين النوبايل؟ هات النوبايل، وين النوبايل؟ أي موبايل أبداي هات النوبايل لنحكي معه. ألو وصلني بالبيت النيلي. أيوه ألو يو سبيك إنجلش؟ أيوه أي أم سبيك عربي. أيوه خلي في مترجم حدك خيو، اسمع هالكلمتين الله يخليك، نحن جاهزين ومتحدينك كمان. قول له اعلنا الحرب عليك. خلاص انت، اعلنا الحرب عليك. شو شباك انخطف لونك ابدا؟ ما في شيء، بس دقيقة خلينا نعمل مشاورات. قال عنده 2 مليون جندي. عنده 2 مليون جندي. ايه واذا بداي؟ لك شو اذا؟ يعني ما عندنا هون بالحارة محل يسع 2 مليون اسير. شو يساوي؟ 1. برافو، 1. هلا 2 ضرب 1 شو يساوي؟ 2. قيم ايدك ناتشارا. 3 ضرب 1 شو يساوي؟ 3. برافو، 3. كمان القسمة نفس الشيء التقسيم، إذا قلنا 2 تقسيم 1 يساوي 2. أكرم 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 شاورما. قلي 3 تقسيم 3 قد ايه؟ 3 تقسيم 3 شلون يعني؟ يعني إذا 3 حرامية سرقوا 3 خواريف، قد ايه بيطلع لك الحرامي منهم؟ 3 حرامية سرقوا 3 خواريف. ايه سهلة عارفة، بيطلع لك الحرامي 2 حبس. Okay, I'm leaving, sir. Oh, oh, cheers! I love you. Who's Jack? I said, who's Jack? I am Jack. Are you sure, Jack? Yeah. Ah! ليش عم تضحك عليه؟ يا عم ضحكت عليه، أنا مش جاك، أنا اسمي مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله ما شاء الله، قاعد ومبرد قلبك وعم تدخن ارجيلي كمان. مش انت اللي دعست لي ابني؟ ايه انا. ما زبطنا لك اياه وعالجناه على 24 خير. عالجته على 24 وفردت صباطه. ما كان الله ألهمك دورت له عليها، مرجع لي اياه فردي وحدي. اهلا وسهلا بالشباب، تفضلوا. لا معلش. خير خير، شو في؟ احكي لي خبرك. جاركم ابو يوسف اعطاك عمره. لا لا، هو محمل معنا بالسيارة. معك بالسيارة؟ ايوه. لعمة. ايه وبتعرف انت مرته بتحبه كثير وما لنا عرفانين شلون بدنا نخبرها. بصراحة ما لنا غيرك، يعني انت هيك لنا شي طريقه تخبرها فيها بس. خلص خلص اخي اتركها علي اتركها علي، لا حول ولا قوه الا بالله. يلا رايح خبرها وراجع، استنوني. طيب ماشي يلا. اهلين جارنا اهلين. بس والله ابو يوسف مو هون. ايه بعرف، انا مشان هيك جاي. خير جارنا شو في؟ جارنا والله نطفت لي قلبي، شو في؟ ابو يوسف سافر على بيروت. يقبر قلبي، اي سافر شو عليه، خليه يشم الهواء. ايه بس انا اللي سمعته انه ببيروت عم بيلعب قمار. يقبرني، هو جاب المصاري هو بيلعب فيها يصطفي. ايه وقالوا لي انه عم بيخسرهم، خسرهم. ولك يخسرهم فدا صر مايته. ايه بس قالوا لي هو عم بيلعب هذا على كلامهم. انه كان في بنتين، وحده شقرة على اليمين وواحده سمرة على يساره. وحده شقرة ووحده سمرة؟ ايه عدمني اياه، ينتف لي اياه، ان شاء الله ما بيجيبوا لي اياه غير محمل. شو قلتي؟ ان شاء الله ما بيجيبوا لي اياه غير محمل. ايه هي، شباب فوتوه. خواتم السوليتير كلهم بتلبسي لي اياهم وما بتطلع. ليش مو لابسه ولا واحد؟ لكو من مال الله ما معي. الله يخلي لك الحلوه من مال الله. عامل لك ما معي مشان الله من مال الله. قلت لك ما معي. يعني شلون ما معك؟ لك حبيبي هذا من مال الشعب. يا وينك يا سوا؟ يسلم لي. وين رايحة؟ شو عم تسوي هون؟ نطر بنت المدرسية نستني ونستني واقف على البوابية عاينها واللي عاينها. نطر بنت المدرسية نستني ونستني. خلصت الطبخة ولا لسه؟ يلا شوي تانية بتصير الطبخة. ليش هيك صار عم تتأخري بالطبيخ؟ هلا أنا عم متأخر ولا أنت اليوم اللي جاي بكير؟ أنا جاي بكير، ليش قديش الساعة؟ إيه والله معك حق، فعلا أنا جاي بكير بس ما انتبهت. بما أنك جيت اليوم بكير، أنا رح له 5 دقايق عند جارتنا، بدي أشرب قهوة. إيه إذا 5 دقايق روحي مو مشكلة. إيه لكن ابقى كل نص ساعة طلع الطبخة. نص ساعة؟ مو على اساس 5 دقايق بدك تروحي؟ منيح اللي تذكرت انه عندك بيت ومرة. بالله كل يوم هالمواد بدك تعملي لي اياه، اندف سناني. بالله رح اندفس هناك. ايه مين قال لك استنيني؟ ما عم استناك. لك في شبك. لك انت شبك لك ليلتين نايم على الواقف وراسك بالخزانه. خايف على سن الدهر. السلام عليكم يا عمده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهداه يا عمده. مالك يا برعي؟ ايه الجزمه الحلوه الحلوه الشيك اللي انت لابسها مستورده؟ ايوه مستورده، وعندي جوز تاني اخوها في الظبط في البيت. لك يا رجال اذا ما طعمت السعدان خد. لك انا قديش شفت غشاشين بس مثلك ما شفت. خير ان شاء الله. لك بتعرفني مشواري بعيد يا ابن الحلال، بترجع بتجيبني مره ثانيه؟ وليش حتى اجيبك مره ثانيه؟ لك انا لانه عم تغشني. شو غشيتك؟ شو سويت لك ليه؟ بقى يعني كنار مكسوره رجله. ليش انت الكنار بدك اياه للغنى ولا للرقص؟ بالله. شو بعمل؟ ليش انت راكد هيك؟ انا بدي بهدلك مشان الجلاء. شو هاد؟ شو هاي القصة؟ شو هالجلاء اللي جايبه؟ اكل ما عم تاكل انت؟ عم تشبع؟ ايه عم بشبع. كويس، عم تلعب؟ ايه عم بلعب. شو جايب بالرياضيات انت؟ صفر. بالرياضيات صفر. بالقراءة؟ بالقراءة ناقص واحد. حلو، ما في شيء. تعبير؟ تعبير هي بحبها كثير، جبت ناقص اثنين. كويس ها، مشهل فيها. نشيد ومحفوظات؟ ناقص ثلاثة. وكتابة وخط؟ كتابة وخط ناقص قديش؟ ناقص أرجيني، ناقص أربعة. ناقص أربعة. صفيان عندك شو؟ التربية الموسيقية هي أنا شاطر فيها. أيوة صوتي حلو، جبت فيها ناقص ستة. ناقص ستة، يا عيني عليك. شو صفي عندك؟ عندك السلوك شو؟ سلوكي ممتاز. إيه؟ ناقص 10. ناقص 10. أيوة ناقص 10. ابني بدي أسألك سؤال. إيه؟ أنت عم تدرس بالأسكيمو أكيد؟ عم تدرس بالأسكيمو؟ أنا كركمل يخرب بيتك يا سكران. أنا بكرة بصحى، أنت بترجعي صغيرة. لا لا قاعد يسألها قديش كيلو الحليب. بالله وما تسألها البقرة قديش كيلو الحليب؟ ما عنا. شو قصتك انت كل يوم فارد لي هالمخططات على كتابه وشطب وقلم وحط؟ شو مخطط شو ها؟ عم بعمل بيت جديد. بدك تتجوز علي؟ بدي اتجوز عليكي؟ ليش انا منك خالص؟ بس لما تضلي تهتيني حابسني بين اربع حيطان يا بعدي. طولي بالك طولي بالك يا بنتي، قولي لي شو صاير؟ ايه شو طول بالي؟ اللي ايده بالمي مو مثل اللي ايده بالنار. شو صاير بينك وبين هالدب جوزي؟ امي الله يوفقك لا تجيبي لي سيرته بتضرب على عصبي. لك بس احكي لي، فضفضي قولي لي شو في؟ ما صار الا اني تضايقت منه كثير ومسكته ولحشته من الشباك. لا 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 لك شو لك بتعملي هيك يا بنتي؟ بركي وقع على شي زلمه والله بقتله. خمس صبايا حد العين واحدة منهم محبوبة. ولك شبك عم تنط من الفرحة شو في؟ خمس صبايا حد العين. ما قلت لي شوفي ركبت الوظيفة ولا زودوا لك راتبك شو في؟ لا 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 حتجنني لك شو في؟ ما في شيء بس ربحت الجائزة الكبرى بدي نصيب. عن جد؟ لا 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 ما عم بمزح منوب. يلا روحي دبي لي شنطتيكي كلها، يلا روحي. بدك تاخذني على اوروبا؟ اخذ الصيفي ولا الشتوي؟ اللي اخذ الصيفي ولا الشتوي ولا كيف الجو هناك بيكون؟ روحي ضبي الفصول الاربعه كلها لان ما عاد الك قاعده عندي بالبيت منوب. تأخلت أنا ما تأخلت سوسو. لك مو أنت مين لتان؟ واحد تاني. مين واحد تاني؟ لا تقولي واحد تاني بغار أنا سوسو، أنا بحبك سوسو بحبك. يلا نقليني تأخلت. لامي الله يرضى عليكم تقبري قلبي يا جهينة، هيك درسي ديري بالك عليه بلكي بينجح. أنا صرت أعطيه 10. إيه بصرف 5 وبخبي 5. ولا نو بروبلم ماكو مشكلة وقروبي مانو مشكلة. سلسلة قول احكي سلسلة يما دوبي يما بلا بلا ثم استعكت يوم اللي كنا قاعدين نحكي نسولف مبسوطين قالوا الفكرة شي غريب كاميرا يلا حبيب حبيبك يا مديحة ودوم المشهد وين هون 5 4 3 وفادي وركان جيني ولميس وحنان المخرج سالم مو جديد الميزانية مع فريد. مشكلة فيها مشكلة ضاع النهار يا شباب. يلا كات اوكي خلنا نلحق شقلت يا استاذ كفنني. صورنا وجبنا نجوم سوسن عبير وفطوم كل من شافه ضحك غاشي والبرنامج كل شي ماشي. بس خلنا نحضر كل شي ماشي في شي مشكلة. كل شي ماشي ما في مشكلة. كل شي ماشي ما في مشكلة.